قلت إن هذه طريقة لإدارة الاحتلال، وهذا كلام عظيم، لكن وما الطريقة لإنهاء الاحتلال؟ نحن نرى تغول صهيوني وتغلغل إسرائيلي في البلاد العربية الكبرى التي كانت تساند القضية الفلسطينية ولو شفاهة يوما ما، إذا بها تلقي بنفسها في أحضان نتنياهو المتطرف مع كابينته ومجلس وزرائه. الآن لا حل، لا يعني ليس هناك طريقة، قل لي على الطريقة التي يمكن بها إنهاء هذا الاحتلال وليس إدارته. أعتقد أولا بأن المجتمع الدولي يجب أن يأخذ مسؤولياته على محمل الجدية، والمجتمع الدولي لا يفعل هذا. الناس يموتون اليوم في فلسطين لأن المجتمع الدولي لا يعطي القضية الفلسطينية الأولوية التي يجب أن تعطى. هذا أولا. أعتقد أنه يجب أن يكون هناك تغيير في طريقة التفكير. جورج ميتشل قال السياسات الأمريكية ستفشل في الشرق الأوسط، وهذا في فترة بوش في 2008، ستفشل في الشرق الأوسط إن لم يكن هناك تغيير كامل في العقلية. ولكن ولسوء الحظ فإن إدارة أوباما لم تغير طريقة التفكير. ما يجب أن يحدث هو أن المجتمع الدولي يجب أن يصبح صادقاً وعادلاً في هذه القضية. صوت الفلسطينيين يجب أن يدفع ويسمع، وحقوق الفلسطينيين يجب أن يعترف بها. السياسيين الإسرائيليين والمجتمع الإسرائيلي يجب أن يفهم بأن أمنهم ومستقبلهم والسلام لا يكمن في واشنطن، ولكن يكمن في جوار عند الفلسطينيين. يجب أيضا أن يغيروا طريقة تفكيرهم في إسرائيل لكي يروا كما حدث في شمال أيرلندا بأن الأمن ليس في أن يكون هناك قوى أكبر في على الأرض، وأيضا ولكن عندما ننظر إلى أن الأمن يعني تطوير علاقات جيدة مع الجيران الجمهوريين، وهنا بدأنا نعمل ونعيش سوية على نعمل على مستوى سياسي. نعم صعب وفيه هناك الكثير من العقبات، ولكن استطعنا العمل سوية لإيجاد حل، وهذا سيسمح للشعبين بأن يعيشا ليس كما يرغبون 100%، ولكن بطريقة تعطيهم الاحترام والكرامة والمستقبل.